معانا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عشان يحطنا في الصورة من كل ما حدث وأيضا ترتيبات المرحلة الجاية. سيادة العميد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن عادل. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إزيك يا محمد بيه؟ يعني ادينا كده الأجواء لأن كان في طبعا هواة إطلاق الإشاعات و الضرب تحت الحزام. يعني انا مشيت من النادي كانت الساعه 5 وشويه بعد ما عرفت ان مفيش جمعيه عموميه، رحت ماشي فروحت لقيت كلام ان في خناقات وضرب ومش عارف. احكي لنا ايه بقى. لا الحمد لله طبعا مفيش الكلام ده خالص والامور ماشيه طبيعيه، وكان يعني يمكن يومين احتفاليه اكثر ما هي جمعيه عموميه شارك فيها اعضاء النادي الاهلي. أنا سامع حضرتك بتقول يعني ال 5000 المفروض يحضروا 50%. النهارده النادي الأهلي 176,000 عضو لهم حق التصويت في الجمعية العمومية. لائحة النظام الأساسي أو دستور النادي الأهلي اللي اعتمدوا 17,000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، وكلنا كنا متابعين هذا الموضوع. النهارده احنا وضعنا في هذه لائحة النظام الأساسي اللي الجمعية العمومية تكتمل ب 5000. ولو جينا برضه فكرنا كابتن عادل يا استاذ ابراهيم هتلاقي ده عدد قليل جدا برضه بالنسبه ل 176,000، ولكن النهارده برضه احنا قلنا 5000 ويكون النهارده عشان خاطر تكتمل ويبقى في النقاش 50%، وده متهيألي يعني 50% ل 5000 2500 عضو عشان يبقوا طالبين النقاش. دي حاجه يعني فين رغم من 176,000 و 5000 فقط لا غير، ده عدد قليل جدا. صحيح. ولكن على الكل طبعا الحمد لله رب العالمين. انا يعني الناس كلها دي بتقول دي مبايعه جديده الكابتن محمود الخطيب للاستمرار في الطفره اللي بتتعمل ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي سواء انشائيه او سواء رياضيه. الحمد لله رب العالمين كان في يعني نوع من الحب ونوع من الود بين اعضاء الجمعيه العموميه ومجلس اداره النادي الاهلي، ومتهيألي يعني الجمعه والسبت في وجود كابتن محمود الخطيب، وانا يمكن قلنا الكلام دوت الكابتن محمود الخطيب حضوره الجمعيه العموميه ادى برضه اللي كان فيه حشد جماهيري وحشد من اعضاء الجمعيه العموميه عشان خاطر يطمنوا عليه ويرحبوا بيه وبيساندوه، وده الحاجه الوحيده اللي احنا كنا واصلين كلنا منها الحمد لله رب العالمين. طبعا الفتره اللي جايه دي في مسؤوليه طبعا نتيجه ان الناس النهارده على مدار يومين 10,000 عضو جمعيه عموميه جم النهارده عشان يساندوه. يعني كل يوم جه 5 وشويه. 5000 5000 ما شاء الله 94 وتاني يوم 5196 5000 تانيين. فده في حد ذاته يعني مسؤولية على عاتق مجلس الإدارة عشان خاطر الاستمرار في المسيرة بتاعته، الاستمرار في التطوير، الاستمرار في حصد البطولات إن شاء الله بإذن الله. طبعا كابتن محمود يعني كلنا عارفين وأنت عارف يا كابتن عادل وحضرتك عارف يا كابتن رهيب، النهارده هو كان في برنامج انتخابي ملتزم بيه جدا جدا، دقيق جدا جدا في متابعته لكل الأمور اللي بتدار في النادي. يمكن الجمعية العمومية الحمد لله احنا استفدنا ونسى كنت بقول هذا الكلام، كل إيفنت بيتعمل وكل حاجه احنا نظمناها بنقعد بعديها كفريق عمل بنشوف الايجابيات وبنشوف السلبيات لغايه ما بنوصل لمرحله التنظيم، وخصوصا اللي الاعضاء الجمعيه العموميه تعرضوا يمكن كانت اصعب انتخابات حصلت في تاريخ النادي الاهلي، وشفنا التكدس قد ايه. كان اول حاجه عملناها بعد تولي مجلس الاداره الجمعيه العموميه الغير عاديه عشان خاطر لائحه النادي الاهلي، كان اهم حاجه بالنسبه لرئيس النادي ازاي الناس هتخش بسهوله ويبقى في تامين ليهم بشكل كويس، ازاي هيدرك صوته في الحرص على راحه العضو عشان ننجح اهم حاجه ننجح ونشجع الحضور. النهارده نفس القصه في الجمعيه العموميه اللي فاتت دي، احنا الحمد لله رب العالمين الناس كلها اشادت بالتنظيم، ازاي بيجي النهارده بمنتهى اليسر بيسجل اسمه وبيسجل بياناته وبيمشي بعد كده او بيقضي اليوم في النادي زي ما احنا شفنا، ازاي بننقل العضو من مدينه نصر للجزيره او بننقل العضو من الشيخ زايد ل المقر الرئيسي في الجزيره، وبرضه نفس القصه لعودته مره اخرى، ازاي اليوم كان بيدار داخل الصاله المغطاه، الحمد لله احنا كلنا تابعناه. اللي كان الاجمل طبعا ال 601 عضو جمعيه عموميه اللي كانوا موجودين، اللي منهم 550 واحد كانوا بيرحبوا وبيطمنوا على كابتن محمود الخطيب، ويعني هقول ايه تاني اكتر من النهارده احنا بنحترم الراي والراي الاخر، وده برضه الكابتن بيركز عليه كويس جدا جدا جدا، وبدليل ان مجلس الاداره عمل ابلكيشن عشان خاطر تسهيل الاعضاء الجمعيه العموميه الشكوى توصل
للاداره التنفيذيه وتوصل لمجلس الاداره، وفي خلال 48 ساعه نكون ردينا عليها، وفي نفس الوقت احنا بنستفيد منها وبنتطور وبنشتغل على هذا الكلام. فاحنا دايما بنقول احنا بنحترم الراي والراي الاخر. طبعا يعني مش هنبص للحاجات اللي هي بتتقال والكلام ده كله، لكن هنبص للايجابيات. احنا عندنا ايجابيات النهارده موجوده الحمد لله رب العالمين. احنا الكمال لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن احنا بنوع طبعا الفتره اللي جايه هيبقى في مزيد من الجهد، مزيد من التعب. في فريق عمل بيشتغل كاداره تنفيذيه، في فريق عمل بيشتغل كاداره نشاط رياضي، ده النادي الاهلي وده مجلس اداره النادي الاهلي، وده اللي كابتن محمد الخطيب حريص عليه جدا جدا. مفيش حاجه اسمها واحد بيشتغل لوحده، لا، في حاجه اسمها فريق عمل بيشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، وانتوا اللي علمتونا كده يا كابتن عدلي، فربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله موفقين. احنا بس حبينا ان نتحط في الاجواء. و مجلس الاداره عنده اجتماع قريب يا استاذ العميد؟ احنا بعتنا طبعا الجدول الاعمال ومحضر الجمعيه العموميه بعتناه للجهه الاداريه واللجنه الاولمبيه، اول ما يعتمدوها وان شاء الله يتم التفويض رسميا لمجلس الاداره في اداره جدول الاعمال، فان شاء الله باذن الله هيبقى اجتماع مجلس الاداره عشان خاطر نعتمد بقى قرارات الجمعيه العموميه ونعتمد جدول اعمال الجمعيه العموميه ان شاء الله باذن الله. طمنت على الفريق في الجونه وترتيبات السفر الى تونس بكره ان شاء الله؟ احنا موجودين معاهم اهو ان شاء الله الحمد لله، كانت مباراه الحمد مبروك لله. النهارده الحمد لله والله حاجه جميله وشرف، عشان كده هو ده اللي احنا بنقوله. اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي كانت في مبايعه حب وتأييد لكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته. صحيح. على اصعب موسم في تاريخ النادي الاهلي. مؤكد. صحيح. انا معاك ومتفق معاك. طيب، تمام. بمناسبه الجمهور بقى يا سياده العميد وانت معانا دلوقتي، تقرر انك هتلعب مباراتك الافريقيه في ملعب استاد السلام. ملعب السلام ان شاء الله، والمباريات المحليه في استاد القاهره في حضور 10,000 متفرج وهنا 5,000. جمهور الاهلي بيسال، اعلن انه تذكرتي هي اللي هتتولى تنظيم الدخول، هل وفقا للاشتراك في بطاقه تذكرتي الفان اي دي، ولا لكارنيه الاهلي اللي الناس استخرجته قبل كده؟ لا، ده اللي احنا هنجتمع فيه، هنجتمع معاهم ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا كارنيه الاهلي الموجود اهلاوي، كارت اهلاوي الموجود ده لازم هيبقى موجود لحين ازاي هنشوف هنطبق. وده برضو كان الـ يعني اهم حاجه بالنسبه لرئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، اللي ازاي النهارده اللي معاه بيحمل بطاقه اهلاوي هيستفيد منها وهيحجز التذكره بتاعته لحين اما نشوف نظام تذكرتي ازاي يحصل، يعني دمج تنسيق ودمج دمج بين النظامين في الاخر خالص، ازاي برضو نوصل التذكره للجمهور اللي معاه الكارنيه اهلاوي ده ما يخسرش لغايه ما يحصل الدمج ده. فاحنا هنشتغل على النظامين ان شاء الله باذن الله، ولكن اهم حاجه هم بالنسبه لهم اللي في شركه استاذ سمعه طيبه، واحنا ان شاء الله نستعين بيها اللي هي الشركه الافريقيه اللي بتنظم بطوله افريقيا، واحنا استعنا بيها قبل كده في مباراه معانا وفي تعاون بينهم، فالجمهور ما يقلقش ان شاء الله باذن الله. وهنعلن برضه في القريب العاجل عن مباراه الهلال، هتبقى يوم 6 في استاد السلام، هنعلن عنها قريب. وفي مباراه تقريبا في كاس مصر لسه الجدول جاي النهارده، بني السويف يوم 3 في استاد مع بني السويف. فان شاء الله باذن الله كل الامور دي هنعلن عنها يعني قريب جدا باذن الله. ان شاء الله كل توفيق. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.